تضع الوالدة البيضة وتذهب بحثا عن الطعام. جنان واثقة من ذلك وواثقة أنها ستعود، فتحمل على عاتقها العناية بتلك البيضة والتي سرعان ما تفقس ويخرج منها تنين صغير نادر. لحظة، تنين صغير نادر؟ حذاري من أحلام باهر وزاهر. هيا يا جنان، لديك مهمة كبيرة يا صديقتي، فمن بدأ عملا عليه أن ينهيه. تابعونا. سماؤنا زرقاء، أيامنا وردية، أرضنا خضراء وحياتنا صحية، بيئتنا نظيفة نقية الأجواء، ننمو بهناء نكبر بأمان، بهناء وأمان. كنان وجنان، كنان كنان وجنان، كنان كنان وجنان، نحيا بهناء وسعادة. كنان 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 وجنان، كنان كنان وجنان. أهلا بالأصدقاء بكل مكان، سماؤنا زرقاء، أيامنا وردية، أرضنا خضراء وحياتنا صحية، بيئتنا نظيفة نقية الأجواء، ننمو بهناء نكبر بأمان، بهناء وأمان. كنان وجنان. جنان، هل حضرتي له الطعام؟ بالتأكيد. البسكويت؟ البسكويت والشطائر. جنان، ماذا عني؟ حضرت لك السمك لتأكله هناك. أسرع قبل أن يذهب للبحث عن الطعام بنفسه. أظن أنه لا يزال نائما. الاعتناء بالصغار ممتع. اشتقت إليه كثيراً. أتذكر كيف خفت منه في البداية؟ صغيري العزيز، نحن هنا. أين أنت؟ لقد أحضرنا الطعام. إنه ليس هنا. كنان، أنا قلقة جداً. أين هو؟ أيها الصغير، صغيري صغيري، أجب، هل تسمعني؟ ليس هنا. أين أنت أيها الصغير؟ صغيري، لا تبكي أرجوك. نحن السبب، أحدهم اختطفه بعد أن تركناه وحده. البسكويت، لسنا بحاجة. لما رميت البسكويت؟ ولكن أين رحلت يا صغيري؟ سامحني، أنا السبب فيما حدث لك. جنان، ما رأيك في أن نبحث عنه في القرية؟ أجل، سنعثر عليه ولن نفقده مجددا. هيا بنا. صغيري، صغيري، أين أنت؟ صغيري، صغيري، صغيري. غابت الشمس ولم نعثر عليه. جنان، لا تبكي، سنذهب للبحث عنه غدا صباحا. الوقت متأخر جدا. أين أنت يا صغيري؟ أين أنت الآن؟ تنامي البارحة، لست متعبة؟ لن أنام قبل أن أعثر عليه. هيا بنا، سنسأل أهل القرية عنه. مرحبا سيدة أرنبة، هل رأيت صغيري؟ صغيرك أنت؟
أنت صغيرة، لا يمكن أن يكون لك صغير. إيه؟ ليس ابني أنا، إنه حيوان صغير ولطيف. لم أرى اليوم إلا صغيري أنا. لم يره أحد في القرية. باهر، أيعقل أن جنان؟ ماذا سنفعل يا زاهر؟ تجاهلهما. باهر، لم تتظاهر بعدم رؤيتنا؟ اعذريني، أنا مشغول جدا. تعلمين، أنا الآن أعمل في قطف التفاح. قل الحقيقة، هل رأيت صغيري؟ صغيرك؟ هل لديك صغير؟ إيهي، إنه حيوان صغير فقط. باهر، أخبرها أنها تسأل عن هل تعلم أين صغيري يا باهر؟ لا، لكني سأبحث عنه. هيا يا زاهر، لنبحث عن الصغير. لما بدا قلقا؟ غريب. ما بك؟ أعطيتك البسكويت لتسكت لا لتأكله. كنت تفسد خطتنا. أحضرت لك البسكويت المفضل عندك، كل. أتظن أنه سيأكلها؟ بالتأكيد، فهو لم يأكل منذ البارحة. يريدني أن أكلها. أعطها، إنها للصغير يا زاهر. لكنه لا يريدها. إن لم تأكلها فسأدعك تتضور جوعا حتى الموت. لماذا تتصرف بتعجرف؟ عندما قدمتها إليك جنان أكلتها بنهم. خذ، إنها لك. لي أنا؟ نعم لك، فهو لا يستحقها. عملناك بلطف، وحان الوقت لكي ترد إلينا المعروف. سيتحقق حلمنا في الثراء. الصغير معهما. ماذا؟ لعلهما يريدان إعادته إلى والدته. لا أثق بهما، يجب أن أعلم إلى أين أخذاه. سأبيع هذا الصغير مقابل مبلغ كبير من المال. أجل. هل سمعتي؟ يريدان بيع صغيري. حسناً، ستدفعان الثمن غالياً. لصان. ماذا تفعلان هنا؟ جئنا لكي نستعيد الصغير. أعيده إلينا في الحال. لم نسرق. هو الذي لحق بنا. إنه مخلوق نادر، سنصبح ثريين بعد أن نبيعه بالتأكيد. سنتقاسم المال. ألا تفكران إلا في المال أيها الجشعان؟ ماذا؟ نحن لا نريد أي مال، جنان هي التي اعتنت به ولها الحق في استرجاعه. أمي صغيري. ابتعدي، أنا أيضا اعتنيت بهذا الصغير، لقد أطعمته البسكويت. سأستعيده. لا تقلق أبدا، بعد أن أبيعه وأحصل على المال سأشتري لكما الهدايا. لا نريد. لا. أمي. لقد خفت أن تعيد الصغيرة إلى جنان يا باهر. ما كنت لأفعل ذلك. باهر، انتظر. أمي. مسكين، يظن أن جنان تستطيع إنقاذه منا. ما هذا الصوت؟
النجدة وحش ضخم خرج من البحر، ساعدوني يا أمي. النجدة ساعدونا النجدة. هيا أسرعي، إن هذا الوحش يشبه صغير، لعلها والدته. صغيرة جنان، هل تأذيتي؟ لقد أنقذته في الوقت المناسب. أعيد الصغيرة إلينا في الحال. كيف تجرؤان على سرقته منا؟ إن لم تعيده سنشكوكما إلى الشرطة. أمي، مستحيل، لا يحق لكما استعادته، فقد أنقذته جنان بعد أن رميتماه. أشكرك لأنك أنقذته. لم نطلب إليك ذلك. لو لم تنقذه جنان لكان الصغير ميتا الآن. أتبكي حقا؟ ارحلا، لن نعيده أبدا. لن تعيديه؟ ماذا؟ لا داعي لأن تعيده، وداعا. زهر انتظرني. كن جو بنفسك يا باهر. أمي لا أريد أن أصبح ثريا. أمي لماذا هربا فجأة؟ أمي يوما، إنها والدة الصغير. يجب أن نعيده إلى والدته يا أختي. أمي لقد عرف أنها والدته. دعيه يذهب إليها، سوف يكون أفضل حالا إن بقي تحت رعاية والدته. جنان دعيه يذهب الآن. اذهب إلى والدتك يا صغيري. أمي أعلم أن فراقه صعب عليك، ولكن يجب أن تدعيه يذهب مع والدته. وداعا أيها الصغير، نتمنى لك حياة سعيدة. أمي أبي. عد لزيارتنا في أسرع وقت، سأشتاق إليه كثيرا. وأنا أيضا. إلى اللقاء يا صغيري. رحلا. في المرة القادمة سنمسك الصغيرة ووالدته، فهما يساويان ثروة. ستعطيني نصف المال؟ بالتأكيد. موافق.